الموضوع الثاني هذا اللي راح نكلمكم عليه اليوم هو موضوع المجلس الأعلى، موضوع المجلس الأعلى للأمن. هذا المجلس الأعلى للأمن اللي يردوه شغل في دار البلدية وما يجتمعوش هكذاك. المجلس البلدي ما يجتمعش قد المجلس الأعلى للأمن. واش يديرون في المجلس هذايا؟ كل يوم اللي جا تبون وشنقريحة كل يوم يدير لك اجتماع، ومن بعد ما على بالناش يقول لك البلاد راهي كذا البلاد راهي كذا، ولحقوا حتى وين يعني غرق الفضاء الجوي مع المغرب وكذا، يعني بسرعه يقول لك فيد فيد لازم تكون ترى مصدمين الطيارات تاع المغرب. المهم ربي سهل عليهم، بينهم بين النظام المغربي ربي سهل عليهم ياكلوا بعضهم. احنا واش احنا كشعوب دابا مغاربين وكشعب جزائري اللي راهي العصابه تستغل فينا، تفكر في الشعب، تقمع في الشعب، تحرم في الشعب من كل حريات تحت واش؟ قال لي انه كاين خطر خارجي راهو جاي من المغرب، كاين خطر داخلي راهو جاي من ماك ومن رشاد، وهذو حركات ارهابيه، والناس اللي راهم يتكلموا في الخارج هذو ما ارهابيين. هاوليك واش راهم قاعدين يديروا لنا. ومنين داك يتجمع لك المجلس الاعلى للامن؟ وهذا المجلس الاعلى كل يوم نشوفوا فيغورا جديده. بورتون في الدستور اعضاء المجلس معروفين، القائمة محددة. هذا المجلس هذا الأعلى للدولة ماهوش ادخل يا بارك بحمارك حاشا من يسمع. هذا المجلس الأعلى للأمن ما تجيبش فيه قتالة، ما تجيبش فيه واحد قتال تقول له أروح راك عضو مجلس الأمن، ما تجيبش فيه بوندية، لأنه البوندي والقتال ما يضمنوش الأمن تاع الدولة. إلى أمن الدولة مضمون من تعرف قتالين وبوندية، ما بقاتش بلاد. وحنا على بالنا بلي الموضوع تاع الدولة ما كانش دولة في الجزائر، هذا يعني اللي يقدر يثبت لي بلي كان دولة في الجزائر يتفضل يعاودها. يعني الدولة نعاود نرجع للركائز تاع الدولة، واشني لازم تكون عندك مؤسسات. واشني يعني مؤسسات؟ تبدأ أول مؤسسة هي رئاسة الجمهورية. اسكو عندنا في الجزائر رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا؟ يعني بغض النظر على انه حطوه العسكر وزوروا الودا، هما يعترفوا باللي ما كانش 50% من الشعب الجزائري اللي فوطا، قالوا كاين 38 وهي ما لحقت 38، يعني النص تاع الشعب ما فوطاش. هذا ديجا ماهوش نفس الشيء بالنسبة للدستور. لازم تكون عندك دستور، الدستور ديالنا ما كانش لي يعني صوت للدستور هذايا وافق عليه، هما يعترفوا بلي الشعب قاطع. نفس الشيء بالنسبة للبرلمان، أنت ما عندكش برلمان وما عندكش دستور، ما عندكش رسم، وين الدولة؟ ما عندكش دولة. إذا المجلس الأعلى للأمن اللي داروا هذايا ما يحترمش الدستور، اللي يجي يدخل، اللي يجي لأنه ما كانش دولة. يا خويا هاد السمانة هادي أيوا قال لك سي تبون اللي راه حاطينو رئيس جمهورية، قال لك أمضى مرسوم رئاسي يعين فيه أعضاء المجلس الأعلى للأمن. نتمناه يحترم هذا القرار اللي داروا. هذا واش نتمناه يحترم. واش فيه هذا؟ قال لك هاي مهام المجلس الأعلى للأمن وها هم الأعضاء اللي فيه. المهام تاع المجلس الأعلى للأمن يقول لك انه يدرس الاوضاع اللي فيها البلاد، اوضاع امنيه وكذا من كذا،
هو اللي نحوسوا نعرفوا شكون يحضر. اللي يحضروا قال لك بالاضافه لرئيس الجمهوريه الوزير الاول وزير وزير الدفاع اللي هو بعد رئيس الجمهوريه وزير الداخليه وزير الخارجيه ووزير العدل. الوزير الاول وزير الداخليه وزير الخارجيه وزير العدل اربعه من الاجهزه الامنيه. يقول لك قائد اركان الجيش المدير الامن الوطني تاع البوليسيا مدير الدرك ومن بعد الاجهزه الامنيه تاع المخابرات. كان بكري واحد يمثلها هو توفيق الان ولا يمثلها على وظيفه جديده اللي داروها الجبار مهنا مدير مكافحة التشويش أنا بيت كونتر لا سوبفيرسيون اللي عطاها الجبار مهنا مدير الأمن الخارجي مدير الأمن الجيش مدير الأمن الداخلي يعني أربعة جنرالات هذوما يجيو يحضروا بلوس شيف دو ماجور جنرال هام خمسة ولات هذه هي الدولة العسكرية. ما يقول لكم علاش تقولوا دولة عسكرية نعم ودرك وقتاش يقول لك اسمع يقول لك عنده دورات عادية اللي يعني تنعقد كل ما طلبت الظروف وبدعوة من رئيس الجمهورية وباش يعني شوية ياخذوا قرارات في موضوع المواضيع الهامة اللي تخص الأمن الوطني سواء في الداخل أو في الخارج. وهنا يزيدوا يضيفوا مشاركة الجيش الوطني الشعبي في مهام خاصة يعني باش يبعثوا للخارج هذه لازم نسجلوها. ومن بعد يقول لك ثاني لما يتعلق الامر بقضايا تاع الدفاع تاع البلاد لما تكون استفتاء لما يعملوش يجيبوا مجلس اعلى الامن لانه يخافوا الناس قاطع عودة الاستفتاء تجيب لها انتخابات يجتمع مجلس اعلى للامن في حاله وباء وي في كل دول يجتمع مجلس اعلى للامن لانه عنده انعكاسات على الوضع الامني للبلاد. وكاين رأي ثاني كيف كيف يجتمع في ظروف خاصه. ظروف خاصه هذه خليهم هما بخير لانه قضيه تاع اعلان الحرب وكذا ها هي من خصوصيات رئيس الجمهوريه ويعلنها ماشي في المجلس الاعلى للامن يعلنها في اجتماع مجلس الوزراء. هاي كذا. اذا اليوم موضوع مجلس الاعلى للامن انا فضينا منه يا سيدي ولكن ما قالولناش شحال من خطره يجتمع في العام. عرفنا شكون اعضاءه وما قالناش قال لك كي تكون ظروف امنيه و يا ولدي في عهد بومدين عمره ما اجتمع وفي عهد الشري اجتمع مره واحده بعد الانتخابات 91 شوف من 79 ما اجتمع حتى من 91 وفي عهد بوتفليقه زروان ما اجتمعش كاع في عهد بوتفليقه اجتمع خطرتين ولا ومع تبون كل سوق يجتمع ولاو يسوقوا فيه كل سمانه قال انا مجمعين. هذا هي الذي يكون الناس ما يعرفوش لي الدولة واش لي الداخل وقال يا ما يفرش ما بين مجلس أعلى الأمن وما بين مجلس وزراء وغيره. هاي ديك المهم عندنا مواضيع أخرى نعاود نتناولها معاكم في لايفات أخرى لأن مانيش حاب نطول عليكم أنا في 45 دقيقة ما يلزمش نطول عليكم نروحوا في دي لايف أخرين. ربي قد الخير بلادنا نعطيكم موعد يعني باستمرار في دي لايف واليوم بعد نعود نتلاقاو مع السبعة تاع العشية ونزلو على الثمانية ونزلو على التسعة وهي ماشية منين ذاك نديرو فيها لايف. ربي قد الخير بلادنا ماشي في مجلس الأمن مجلس أعلى الأمن منين ذاك لا ولكن من جهة مليح أني نتلاقى هكذا ديريكت لايف معاكم. نقطة أخرى اللي مليح هو أني الآن راح نجاوب على الأسئلة تاع الإخوان
نداك نجاوب على الاسئله تاع الاخوان اللي كان بزاف الاسئله باش بعد نشوف لي كومونتير تاعكم ورد عليكم كامل. ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يعطيكم الصحه وربي يبعد عليها بلاد الحرام. السلام عليكم ورحمه. Hisham Abbas!